والمتسابق الثالث طارق الغمراوي مؤسس بيت مصر من القاهرة. كلنا تقريبا سمعنا عن نظام التمويل العقاري، لكن كم حد فعلا فاهم الموضوع ويقدر يستفيد سواء بالبيع أو الشراء من خلال نظام التمويل العقاري؟ إحنا بيت مصر أول شركة مصرية متخصصة في خدمات التمويل العقاري المتكاملة بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. بتبتدي رحلة التمويل العقاري بالدراسة الائتمانية للعميل اللي على أساسها بنحدد مبلغ التمويل، وعلى أساسه بنبتدي نشوف الوحدة المناسبة والأوراق القانونية الخاصة بيها والانتهاء من إجراءات التمويل في أسرع وقت. هدفنا الرئيسي هو تقديم خدمة مميزة لعملائنا من خلال تكنولوجيا جديدة شغالين عليها حالياً، وأن احنا نقدر نتواصل ما بين العميل المشتري والبايع وجهة التمويل إلكترونياً تماماً من غير تدخل أي عنصر بشري. ازيك يا طارق؟ اهلا بيك. ثلاثة من القاهرة النهاردة، فانتوا على فكرة القاهرة معناها مسابقة طحن، يعني مسابقة جامدة يعني. ده أكيد. مين معاك النهاردة؟ معايا ابني يوسف ندى ومال. ازيك يا يوسف؟ لا أنا خايف، هو يعني هو كله يعني اللي يعني شركات الشركات التانية شركات تانية حلوة يعني مش وحشة يعني مش يقدر يكسبهم بسهولة يعني. بحتاج ورك بحتاج اللي هو يشتغل هارد عشان يكسب، ولو هو كسب هيجيله حاجات ينفع يستلمها على الشركة بتاعته. عندك كم سنة يا يوسف؟ 8؟ ده انت كبير خالص، ربنا يسهل ويعني وتبقى بيزنس مان كبير. مين معاك تاني؟ معايا مي وندى وأيمن، عيلة كلها. يلا بيت مصر. اهلا، اتفضل.